هذا وقد تفقد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي مساء أمس رفقته للعاصمة عبد القادر زوخ والمدير العام للأمن الوطني عبد القادر قرابو هدبة والمدير العام للحماية المدنية أبو علام أبو غلاف. تفقدوا حال أفراد الشرطة المصابين بالمستشفى المركزي للأمن الوطني عقب التجاوزات المعزولة التي وقعت بحيي كريم بالقاسم ودوش مراد بالعاصمة، حيث اطمأن على ظروف التكفل بهم منوها بجهود الطواقم الطبية التي تجندت لخدمة المصابين وراحتهم. معنويات مليحة.